السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم أخوكم مصطفى، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع النهاردة مصل الخاص بالروشة، المصل أو اللقاح أو التطعيم أو الفاكسين. ده أردني تمنه 75 جنيه. ده موضوعنا النهاردة، اللي هو المصل الخاص بالروشة يعني التطعيم. أنا أول مرة استخدمه في القناة، هقول لكم على الطريقة. مهم جدا يا جماعة، الفيديو ده مهم جدا جدا، اوعى يفوتك منه جزء من الثانية، لازم تشوف الفيديو ده للنهاية عشان تعرف، لان الموضوع مهم جدا جدا. كلنا عارفين ان في فرق بين الروشة الفيروسية والروشة اللي بتيجي بسببها السالمونيلا. الروشة اللي بتيجي فيروسية، فجأة بتلاقي بدون مقدمات تلاقي الفرد جاله روشة، لكن الروشة البكتيرية او اللي هي بسبب السالمونيلا بيبقى فيه اسهالات، بيبقى فيه اعراض باينة، بيبقى فيه اي سبب تاني، لكن الفيروسية دي فجأة تلاقي الفرد اتروش. طيب هنشوف ايه، هنشوف الازازه دي يا جماعه. الازازه دي طبعا هي كيس التلج اللي تحتها، ده كان فيه تلج على بال ما جيت. طبعا هو التلج فك لكن المايه متلجه يعني. الكيس ده بيكفي الازازه دي، اسف، الازازه دي بتكفي من حمامه الى 1000 حمامه. يعني ازاي؟ يعني هي الازازه دي زي ما البيطري اللي باعها لي قال لي بتنفع من حمامه واحده لغايه 1000 حمامه. فانت لو انت ما عندكش طبعا ال1000 حمامة، انت وجيرانك، المهم وقت ما تفك الازازة دي هتشوف ازاي. وقت ما تفكها في خلال ساعتين يكون الحمام شربت، وبعد كده تتخلص من المية الباقية لو فاض مية. يعني انت بتحل الازازة دي في اي كمية مية انت محتاجها، بس لغاية الكمية اللي يشربها 1000 حمامة. طبعا بنكون معطشين الحمام، بنعطش الحمام في الشتاء اللي احنا فيه ده 12 ساعة عشان الحمام يجي يشرب المية بسرعة، وفي الصيف كفاية 6 ساعات تعطيش. المهم قبل ما تفك الازازة ديت في المية، تحدد كمية المية اللي انت محتاجها على حسب الحمام اللي انت هتعطي منه التطعيم ده او الفاكسين بتاعنا ده. طيب هتعطي الحمام منه ايه، كام يوم؟ لا مفيش كام يوم، هي مرة واحدة بس، وبعد ساعتين بنرفع المية، بنشيلها على طول المية على طول، خلاص يبقى ما عدناش هنحط مية، وبعد نرجع بعد الساعتين نشيل المية ونحط مية نظيفة، تمام. ونيجي اليوم اللي بعده نأتي رافع مناعة فيروسي، رافع مناعة فيروسي، تمام. مش هحدد الاسم لان الاسامي كتير اللي تلاقيه، نروح للبيطري وقول له رافع مناعة فيروسي. طيب انا لو اعطيت النهاردة الفاكسين ده، هل اعطي الحمام مرة واحدة بس في العمر؟ لا، لو انت هتعطي بتعطي من 3 شهور الى 6 شهور، يبقى هتعطي من 3 شهور لست شهور، ويستحسن يفضل ان انت تعطي كل 3 شهور المصل بتاعنا ده. المصل بتاعنا ده اسمه كولون، العترة دي اسمها كولون، بتسمى العترة اللي هي العترة الفيروسية اللي ماشية دلوقتي اسمها كولون، اللي هي خاصة بالروشة الموجودة في مصر حاليا دلوقتي يا جماعة. يبقى هتعطي للحمام منه مرة واحدة بعد عطش، مرة واحدة بس. ازاي المية بنجيبها؟ زي ما قلنا بنجهز المية، المية بنعبي المية من الحنفية، المية لو هتجيبها من الحنفية مش مية فلتر، يبقى عشان الكلور اللي فيها يطير تجيبها في اناء واسع وتخليها لحد ما المية الكلور يطير منها، يعني مثلا قبلها ب 12 ساعة، يعني من بالليل مثلا لو هتأتي الصبح، تمام. يبقى تسيب المية الكلور يطير منها، ما تجيبش المية من الحنفية على طول وتفكي فيها الدواء. زي ما انا حضرت المية دي كده، المية دي كده انا مجهزها من بالليل وسايبها مكشوفة علشان الكلور يطير منها، الا اذا لو كان عندك مية فلتر اللي هو بيشيل الكلور، لان الكلور بيفسد مفعول الفاكسين ده او التطعيم ده. انا بغطي المية اهو لحد ما نقول لكم هنفك الدواء فيها ازاي.
طبعا انا بغطي المايه بس عشان الحمام عطشان جدا، هينزل جوه المايه ويشرب منها ويلوثها، فانا بغطي المايه دلوقتي بس، لكن هي انا سايبها مكشوفه وهي في البيت. طول ما هي في البيت كنت سايبها مكشوفه، لسه مطلعها طبعا دلوقتي. طيب انا اعطيت المصل ده النهارده، اعطي ازاي؟ قلنا زي ما قلنا كل 3 شهور الى 6 شهور، لو نسيت يعني اقصى مده فعاله له كل 6 شهور، لكن يستحسن ان انت تعطي كل 3 شهور زي ما قلنا. طريقه اعطاء الدواء، ان مش حقن يا جماعه، الدواء ده هي شكل الحقنه لكن ده مش حقن، ده بيتفك في الميه بس، وهوري لك الطريقه ازاي. بشرط ان انت تحضر زي ما قلنا كميه الميه اللي هيشربها الحمام قبلها من بالليل حتى يطير منها الكلور، او تستخدم مية الفلتر وما تفتحش الغطا بتاع الازازة دي الا تحت المية، وما تنساش انك ترفع المية من قدام الحمام بعد ما تأكد ان الحمام كله شرب بعد ساعتين، يعني تسيبها ساعتين وفي اليوم التاني بعد الدواء تعطي رفع المناعة الفيروسي زي ما قلنا. طب تعال نشوف هنفك الازازة دي ازاي في المية بتاعتنا. طيب دي كمية المية اللي انا سبتها الكلور يطير منها من بالليل، الكمية اللي انا محتاجة للحمام بتاعي زي ما قلت لك، الازازة دي تكفي من حمامة لغاية 1000 حمامة، فانت بتحدد الكمية. ايوه البيطري قال لي كده، فانت بتحدد الكمية اللي الحمام هيشربها، لو 1000 حمامة حط مية على قد 1000 حمامة، تنفع لحمامة وتنفع لعشرة وتنفع لمية وتنفع لخمسين، لغاية حمامة واحدة بتنفع الازازة كلها، هي كده. معرفش ازاي هي كده، انا برضو استغربت، لكن هي كده زي ما البيطري قال لي، من حمامة لغاية 1000 حمامة الجرعة بتاعتها، بشرط ان انت ما تفتحهاش في الهواء، لازم تنزل كده تحت المية وبعدين تفتحها. تمام بالظبط زي ما انا نزلت بقى كده، انا افتحها تحت المية وارجع معاكم تاني. بالشكل ده الازازة تحت المية، انا ما رفعتهاش من تحت المية، فتحتها بس، ده الغطا بتاعها اهو، الغطا البلاستيك، هي بغطا حديد وغطا تاني بلاستيك تحت المية، ما رفعتهاش خالص لحد ما اتأكد تماما ان الازازة ما عادش فيها اي دواء. هي طبعا بيبقى فيها بودرة، تفضل ترج فيها تحت المية كده، تحرك فيها كده وهي تحت المية، ما تطلعهاش خالص الا ما تتأكد ان مفيش فيها اي دواء، بعد كده تبدأ تعبي المية بسرعة قبل ما مفعول الفاكسين ده يروح او التطعيم يروح، وتسقي الحمام بسرعة. هتشوف الحمام انا معطشه ازاي، الحمام عطشان جدا لدرجة ان هو بيروح لحنفية المية عايز يشرب منها. خلاص انا اتأكدت كده، نقوم شايلين الازازة. تمام الازازة مفيش فيها حاجة، دي الازازة مفيش فيها اي حاجة، تمام اهو، خلاص مش فيها اي مية، خلاص ده سائل مية، انما هي كان فيها بودرة. تمام يبقى كده عبينا الدواء مظبوط، ونبدأ على طول نجيب المسائي ونحط المية. طبعا شايفين الحمام جاي عطشان بيستنى المية ازاي، لكن دي فاضية، هنبدأ اهو نجيب بعبوة كده ونعبي بيها علشان الحمام يشرب بسرعة بسرعة الدواء بتاعنا. زي ما قلت العبوة مش محددة بكمية مية معينة، هتعطيها لأي كمية حمام عندك كل 3 شهور، فأنا همشي إن شاء الله على الفاكسين ده أو التطعيم ده أو اللقاح لمدة كل 3 شهور، ونأتي تاني علشان نشوف موضوع الروشة ده، لأن موضوع الروشة ده منتشر جدا، وده الحل ان شاء الله. لكن مش معنى ان انت عطيت ترجع تقول لي ده في روشة تانية جات للحمام، لا، ما هقول لك حاجة، في الروشة بتاعت اللي سببها السلمونيلا ممكن تيجي برضو، لكن دي الروشة اللي سببها فيروسي. نكمل المسائي بتاعت الحمام اللي هو اللي محبوس، طبعا في حمام في سلكات وفي حمام السايب، ده للحمام السايب، طبعا بتعطي لكل حاجة الكمية اللي هو محتاجها، بحيث ان تشرب خلال ساعتين زي ما قلنا، مش هتخلي اي مية تفيض.
عشان الحمام يستفاد بالكمية المية كلها اللي احنا عاملينها بالفاكسين كله. يبقى كده وزعنا كمية المية بالكامل على المسائي بتاعتنا. احنا طبعا كنا معايرينهم وعارفين الحمام بيشرب قد ايه. شوف الحمام معطشه، اهم شيء ان انت تكون معطش الحمام تماما علشان يشرب المية اللي انت هتحطها له بالفاكسين. نشوف كده اهو، ما عادش اي ولا نقطة مية، خلاص انتهت المية معايا. طيب بعد كده هنقول ايه؟ هنشيله بعد ساعتين، وبكرة نعطي ان شاء الله، ان شاء الله بكرة نعطي رفع المناعة اللي هو الفيروسي اللي الدكتور يعطاهوني ده، نعطيه بكرة لمدة يوم واحد بس رفع المناعة الفيروسي ده، وان شاء الله يجيب نتيجة معانا. واقول لكم برضو على تطعيمات تانية. ده بالنسبة ده تطعيم اللي هو الروشة الفيروسي، لكن لسه في تطعيم تاني هقول لكم انا اعطيه امتى وازاي، اللي هو بتاع السالمونيلا. برضو زي ما قلنا السالمونيلا برضو بتسبب مرض الروشة، لكن روشة تانية غير دي مقدور عليها اللي بتيجي من السالمونيلا. اللي بتيجي من السالمونيلا يا جماعة على فكرة، لو وريت لحضرتك هنا هتلاقي عندي حمامة كان عندها السالمونيلا واشتغلت تاني وبتنتج، وهي لسه رقبتها ملوحة اهو، رقبتها لسه معوجة زي ما هي، بتشتغل وبتزغط زغليلها ما شاء الله. رقبتها ملوحة الحمامة دي اهو، زي ما شايفين كده رقبتها معوجة زي ما هي، ومع ذلك اشتغلت بسم الله ما شاء الله تمام التمام. يبقى احنا كده كنا اللي احنا خايفين منه علشان نستبعد الروشة اللي بتيجي نتيجة الفيروس، تمام. انما هنستمر بعد كده نشوف بقى، نتابع هنعمل ايه في اللي هو الروشة اللي بتيجي نتيجة سالمونيلا. يبقى كده الحمد لله احنا حصلنا الحمام ضد مرض الروشة الفيروسي لمدة من 3 إلى 6 شهور. هنكرر الموضوع ده كل 3 شهور ما ننساش. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.